اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العام قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون歌詞が分かるかと聞いてますか تسأل إذا كنت تعرف كلمات الأغاني قرآن آن قرآن の言葉の翻訳を理解していますか。ああ、まだ正直パッと見ただけで難しいな。 まだ完全には理解できてないと思います。 لا أعتقد أنني أفهمها تماما حتى الآن. 今一回聞いてみただけだ。 Yes. まだ。 まだ今こうやって一回聞いてみただけなので、 簡単に理解することは難しいです。 لقد استمعت إليه مرة واحدة فقط حتى الآن. لذلك من الصعب فهمه بسهولة. أقول له ما هو شعورك الداخلي؟ أنا كان أصنع الكانجو أنا بس. كانجو. شكرا. شكرا. 例えばどういうことですか? على سبيل المثال ماذا تقصد? How do you feel? ってこと? おーって感じ。 難しいよね。大手かその。あなたはコーランを聞いたとき、自分の心がコーランを愛していると感じましたか。あなたはコーランを聞いたとき、自分の心がコーランを愛していると感じましたか。قلت له عندما سمعت القرآن قلبك حب ولا ما حبوش. まだ深く理解できていないので。オーナーの場合ばっかりも英語で喋る、英語で喋る。
なんつったらいいんだろう、ブラックばっかりのマホ、まだ深く理解できていないので、うん、簡単に言えることでは、うん、まだなんつうの、まだこれを、まだこのまだコーランを完全に、まだコーランを理解し、あ、まだコーランを何を言ってるかなど全て理解したわけではないので、なんつうんだろう待って、深く理解したわけじゃないので、まだコーランを深く理解したわけではなく、まだコーランを深く理解したわけではないので、ちょっと待って、まだコーランを深く理解したわけではないので、奈良にやってるな、難しい、ちょっとソーリーバットランス、まだコーランを深く理解してはいないので、はいというのは失礼になるのではないでしょうか。سيكون من الوقاحة القول إنك لا تملك فهما عميقا للقرآن بعد. This very good, very good. Very good. يعني هو بيقول أنا ما يعني ما فهمتش قوي الكلام يعني لأنه هو ده كلام يعني ما أنت بتسمع حاجة بالياباني وأنت عربي ما بتفهمهاش أكيد. لما يقول يعني أنا عربي ياباني ما فهمتش الكلام لأنه أنا ياباني ولا أفهم اللغة العربية. فطبعا روفي thank you. このコーランはラマダンの月に君から降ってきた神の聖なる言葉です。おすべて、お、すごいな、うん、このコーランはラマダンの月に点から降ってきた神の聖なる言葉です。うん、Yes. すごいね、みんな Do you understand? Yes.قلت له يا جماعة ده القرآن الكلام المقدس اللي ربنا أنزله من السماوات في شهر رمضان.